كيف حالكم اصدقاء؟ سعد الله كل اوقاتكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن البيتكوين، شو اهم الاخبار، ايضا شو حركة البيتكوين التالية، كل هذا راح نناقشه بالفيديو. التمركز الاخير اللي حكيت فيه على قناة اليوتيوب بفضل من الله على ارباح، هذا هو الفيديو. بتمنى منك اذا مالك مفعل اشعارات تفعل زر الاشعارات سواء على اليوتيوب او على قناة التليجرام. اللي ما عندهم تمركزات في حال الاسبوع القادم، عاد البيتكوين اختبار مناطق ال 58600 الى 58800، ممكن تكون فرصة دخول مناسبة. اذا تمركز كان عند مناطق ال 58600، الان الخيار الافضل هو النقل الستوب لوز الى مناطق ال 58100 او نقل الستوب لوز على الدخول، هذا هو الخيار الافضل حاليا ومراقبة حركة السوق مع افتتاح السوق الامريكي بعد بساعة من تاريخ تسجيل هذا الفيديو ان شاء الله. لكن الى الان ارتداد جيد، بنتمنى يكسرنا البيتكوين مناطق 60000. بس قبل ما نبدأ الفيديو خليني اعرفك على اقوى منصة تداول في الوطن العربي، منصة اكسنس. هي منصة لتداول الفوركس وفيها اصول كتير، ما فيها رسوم تبييت للصفقة، واقل ايداع في المنصة بيكون 10 دولار فقط. تقدر تتداول فوركس وذهب وعملات رقمية ايضا، وبتقدر تستفاد من التوصيات المجانية اذا حطيت رمز الشريك عبدو عبدو اسفل البريد الالكتروني واسفل كلمة سر. توصيات مجانية للاشخاص يلي مسجلين عن طريق رابط احالتنا يلي راح تشوفه بالوصف وراح تشوفه اسفل الفيديو. شو المتوقع بالنسبة للبيتكوين اصدقاء؟ حاليا على فريم الاثنين ساعة بنلاحظ البيتكوين عم يتداول ضمن قناة هابطة. القناة الهابطة راح تكون من الاعلى عند مناطق ال 61200. ركز صديقي، 61200 ايضا عندنا سيولة تصفية للاشخاص المراهنين على الهبوط، يعني عندنا اعلى القناة الهابطة وايضا عندنا سيولة تصفية في هالمنطقة هي. في حال البيتكوين استطاع التغلب على المنطقة، استطاع الاستقرار على هاي المنطقة، بنقدر نحكي عن استمرار الصعود. في حال شفنا الرفض للاسف ممكن نشوف عودة للهبوط من جديد. المنطقة اللي لازم تراقبها وممكن تسحب جزء من ارباحك عندها هي مناطق ال 61100. ركز صديق على الحركة اللي راح تصير في هالمنطقة هاي، لا سيما احنا امام اسبوع هام جدا، اسبوع حافل بالاحداث الاقتصادية. عندنا بكرة ايضا اخبار امريكية البي بي اي، ايضا عندنا 14 بالشهر معدل التضخم بامريكا. اذا جاء معدل التضخم اقل من 3% اتوقع تكون حركة ايجابية في البيتكوين لكسر موفينج العشرين على فريم الاسبوع. موفينج العشرين على فريم الاسبوع راح يكون عند مناطق 63500، هي منطقة مفتاحية لاستكمال الصعود، وهدفنا في حال كسر هاي المنطقة والثبات عليها هو مناطق تقريبا 68000 على الفريم الاسبوعي. الإشارة السلبية اللي لازم تحذر منها في حال البيتكوين عاد للهبوط أسفل مناطق ال 58100، الستوب لوز يلي خليناه لصفقتنا يلي حاليا على أرباح. في حال عاد البيتكوين أسفل مناطق 58100 إذا هي إشارة سلبية. شو المتوقع البيتكوين في حال أقفل أسفل هي المنطقة 58100؟ للأسف ممكن نتوقع هبوط لعمل قاع مزدوج. المنطقة المستهدفة في حال كسر هي المنطقة هي مناطق ال 54000 إلى مناطق ال 55000. كل هاي المنطقة مستهدفة بالهبوط لعمل قاع مزدوج، وان شاء الله رح نشوف ردة الفعل. واتوقع في حال عملنا قاع مزدوج وكان الاختبار ناجح نشوف ارتداد وصعود الى مناطق 62000 الى 63000 كهدف اول ان شاء الله. اذا البيتكوين اصدقاء طالما هو اعلى مناطق 58100 الوضع ايجابي، لازم نراقب فتح الاسواق الامريكية اليوم وان شاء الله رح نتوقع استمرار في الحركة الايجابية طالما نحن اعلى مناطق 58100. واذا استفدت من هي الصفقة واذا حاليا انت بارباح اتمنى تترك لي هالامر هذا بالتعليقات. مع العلم شاركتكم ارباح هي الصفقة على قناة التليجرام، وايضا شاركتكم لحظة الدخول بهي الصفقة ذكرتكم فيها على قناة التليجرام، عشان هيك مهم جدا تكون مفعل اشعارات. 2500 شخص شافوا المنشور يلي نزلناه اثناء اخذ الاوردر. خلينا ننتقل للفيديو السابق حتى نعلن اسم رابح مسابقاتنا اليومية. طبعا الرابح امام خيارين، اما بياخذ جائزة مالية او بيستفاد شهر من خدماتنا المدفوعة. راح نحط رابط الفيديو، نشيل التعليقات المتكررة، نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات. شكرا جدا لتفاعلكم، عندنا 90 تعليق. خلينا نقول بسم الله وناخذ معنا اسم الرابح. اذا هذا هو معرف اسم الرابح، اتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته. الى اللقاء.